لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض يقبض العلم أن يموت العلماء ويكثر الجهل وهذا يحدث وحدث فانظر حولك كل يوم يموت العلماء الذين لا يستطيع العالم تعويضهم فجميعهم العباقرة حول العالم قد رحلوا ولم يبقى إلا قليل جدا منهم حول العالم تكثر الزلازل وهذا يحدث وحدث يتقارب الزمان أيصبح الشهر كاليوم والسنة كالشهر تمر الأيام بسرعة شديدة لا تشعر بها وهذا يحدث وحدث فلك أن تتخيل أن فيروس كورونا قد مضى عليه حتى يوم صنع هذا الفيديو 3 سنوات وميسي قد استلم كأس العالم منذ شهرين ستشعر وكأن هذا قد حدث البارحة تظهر الفتن ويكثر القتل وهذا يحدث داخل كل دول العالم الآن فأصبحت الدول مفككة والشعوب تتصارع مع بعضها وظهر هذا للعيان على الانترنت حينما بدأت الشعوب تنقسم لأحزاب ويفتن الناس ويقتلون في الشوارع وفي البثوث المباشرة على فيسبوك كل يوم جريمة بل أن الفتن تتجاوز فتن القتل فيفتن الناس بتفاهات ويتركون دين الله فادخل موقع تيك توك وستجد رجالا ونساء وأطفالا وعائلات قد فتنتهم الدنيا فيظهرون في بث مباشر يتراقصون ويهينون أنفسهم ويسبون ويفعلون كل ما هو حرام هذه هي علامات نهاية العالم وهذا يحدث وحدث وبعد أن تكثر الفتن والقتل والحروب سيفيض المال بمعنى أنه لن يصبح له قيمة أصلا كل هذه العلامات التي ذكرها الحديث الشريف قد ظهرت وحدثت أي أن الحديث بكامله قد تحقق والقادم سيكون ازدياد هذه العلامات أكثر وأكثر ستزلزل الأرض زلزالة وتنشق الطرق وتنهار المباني وسيحدث دمارا متزايدا لا يستطيع أحدا ولا أي دولة منعه مهما كان تطورها. مباني شاهقة وناطحات السحاب بالأرض سواء إن كانت دولة متقدمة بمباني شاهقة كتركيا أو دولة بسيطة فقيرة تعاني كسوريا تقترب الساعة وتكثر الزلازل في مشاهد محزنة ومرعبة عائلات بالكامل وأطفال وحيوانات أليفة لم يسلم أحد حتى هذه الساعة 12,000 قتيل في واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في العصر الحديث مع أكثر من 30,000 جريح وألاف ألاف من المشردين كل سنة تحدث عشرات آلاف الزلازل البسيطة منها ما يقرب من 18 زلزالا بقوة تصل إلى 7 ريختر وزلزالا عظيما مرعبا واحدا بقيمة 8 ريختر تقريبا مثل الذي حدث في سوريا والعراق وكان بقوة 7.6 ريختر أو الزلزال العظيم الذي حدث في اليابان عام 2011 وصلت قوته إلى 8.9 ريختر وأدى هذا الزلزال في تغيير توزيع كتلة الأرض ودارت الأرض بشكل أسرع وأصبح يوم الأرض بقيمة 1.8 ميكروثانية
وتسبب الزلزال في قتل أكثر من 20,000 إنسان في دولة تعتبر هي أكثر دولة متطورة في العالم كله، حيث أن كل المباني مصممة بشكل يتحمل أقوى الزلازل. ولكن انهارت اليابان بكل تقدمها أمام قوى الطبيعة المرعبة، وتدمرت المباني والبنى التحتية والمصانع في أكبر خسائر في تاريخ اليابان منذ الحرب العالمية. فحينما تأتي النهاية يمكن أن يباد كوكب الأرض عن بكرة أبيه في ظرف ثوان معدوده.